بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلاب الصف الثاني الثانوي، تحية طيبة أقدمها لكم من على منصة البث المباشر لوزارة التربية والتعليم، معكم فايزة فيالة. كل عام وأنتم بخير. إن شاء الله في الحصة بتاعتنا النهاردة هنكمل مع بعض درس الحياة العلمية وفنون العمارة، ويعتبر ده الدرس الأخير من دروس الوحدة الثانية وآخر درس في المنهج. بالنسبة لنواتج التعلم بتاعة الدرس بتاعنا النهاردة، المفروض إن إحنا هنحدد مع بعض سمات العمارة في الدولة الإسلامية، وفي نفس الوقت كمان هنصنف العلوم العقلية أو نسمي العلوم التجريبية، هنصنفها مع بعض إن شاء الله، وهنشوف إسهامات الحضارة الإسلامية وأثرها على الغرب، وهنشوف دور العلماء في المجتمع الإسلامي من خلال إسهامات العلماء على الغرب. نبدأ على بركة الله. أنا أفكركم بسرعة كده بأنواع العلوم اللي إحنا تطرقنا إليها في الحصص اللي فاتت. كانت العلوم بتنقسم إلى علوم نقلية وعلوم عقلية. العلوم النقلية اللي هي عبارة عن العلوم الدينية والعلوم الإنسانية والاجتماعية وعلوم اللغة والأدب، ودي تم دراستها في الحصتين اللي فاتوا. النهاردة إن شاء الرحمن هناخد بقية العلوم، وهي العلوم العقلية اللي بنسميها بمعنى آخر هي العلوم التجريبية والتطبيقية. ركزوا معايا يا شباب كده في العلوم التجريبية والتطبيقية دي، اللي هي عبارة عن إيه؟ اللي هي عبارة عن علوم الطب والصيدلة، والعلوم الطبيعية اللي هي عبارة عن كيمياء وفيزياء وبصريات وجيولوجيا، وعلوم الفلك والرياضيات اللي هي هندرس فيها الجبر والهندسة، وعلم الميكانيكا اللي بيسميه العرب الحيل النافعة. يبقى احنا النهاردة إن شاء الله هناخد هذه العلوم. هنبدأ مع بعض في أول علم، وهو علم الطب والصيدلة. المسلمين أخذوا عن الأمم الأخرى العلوم الطبية، مش بس إن هم أخذوا يعني نقلوا منهم بس، لأ ده ساهموا بشكل كبير في تطور الطب. ومن أشهر الأطباء أبو بكر الرازي وابن سينا وابن النفيس ويوحنا بن مسوي. طيب بصوا كده معايا كده، لما نيجي نتكلم على علم الطب والصيدلة زي ما احنا قرأنا لكم دلوقتي مع بعض، نقرأ إن إحنا أخذنا من الأمم الأخرى. معنى أخذنا من الأمم الأخرى اللي هو عن طريق التواصل أو الاتصال الحضاري بين العرب وغيرهم من الشعوب ذات الحضارة القديمة. فلما أخذنا لم يكن العرب مجرد ناقلين من الحضارات دي بس، بل مطورين، وهي الكلمة اللي بنسميها كلمة ساهموا، يبقى هنا في تطوير للحضارات اللي إحنا كنا بنستفاد منها. ولما أقول إن إحنا استفدنا من حضارات أخرى، معنى كده إن كان هناك اتصال حضاري أو تواصل حضاري. طب نشوف مع بعض إسهامات المسلمين في مجال الطب ومجال الصيدلة. هل يا ترى علمائنا المسلمين كان لهم بصمة في مجال الطب ومجال الصيدلة؟ طبعا العلماء المسلمين أو العرب بصفة عامة هم أول من أنشأوا البيمارستان اللي هي المستشفيات، وأول بيمارستان إسلامي اللي أنشأه الوليد بن عبد الملك، يعني الدولة الأموية، وده موضع سؤال. يبقى هنا أول بيمارستان إسلامي كان في عصر الدولة الإيه؟ في عصر الدولة الأموية. تمام. لو جينا نشوف إسهام تاني للعرب في مجال الطب، هنعرف إن العرب كان عندهم تخصص اللي هو التخصص الوظيفي في أطباء للعيون والجراحة والأمراض النساء والتجميل، كل أنواع الطب كان في تخصصات. كذلك العلماء المسلمين أو الأطباء المسلمين قدروا إن هم يجروا عمليات جراحية زي الولادة القيصرية وخياطة الجروح. عرفوا أيضا المخدر أو المرقد، وده طبعا اللي هو بنسميه التخدير، وعالجوا الشلل، وعالجوا إزالة المية اللي هي المية البيضة اللي بنسميها المية البيضة، المية اللي هي موجودة في العيون، وعرفوا كمان الطب الوقائي. وطبعا احنا عارفين ان الوقاية خير من ايه؟ خير من العلاج. بالنسبة لعلم الصيدلة، العرب المسلمين زي ما هم برعوا من الأطباء بتوعهم في تحديد الأمراض، قدروا أيضا ان هم يحددوا العلاج، ومش وحددوا العلاج وخلاص، لا ده هما كمان قدروا ان هما يصنعوا هذا العلاج. ومن اشهر الكتب اللي بتؤكد لصحة الكلام ده كان كتاب ابن البيطار في علم الصيدلة، اللي كان مسميه جامع مفردات الادوية.
يبقى ده بالنسبة لإسهامات المسلمين في مجال الطب ومجال الصيدلة. نشوف مع بعض كده العلوم الثانية اللي هي بنسميها العلوم الطبيعية. العلوم الطبيعية دي اللي هنقسمها الكيمياء وفيزياء وبصريات وإن شاء الله علم الجيولوجيا. طب تعال نبدأ مع بعض بأول حاجة وهو علم الكيمياء. المسلمين أسهموا في هذا العلم بالعديد من الابتكارات. يعني إيه ابتكارات؟ يعني هم لهم الصدق في اكتشاف اللي إحنا هنقوله دلوقتي. هم اللي اكتشفوا الكحول وروح النشادر وتركيب الأدوية والمستحضرات المعدنية وتنقية المعادن وصناعة الورق. ومن أشهر علماء الكيمياء جابر ابن حيان، ويعتبر هو مؤسس لهذا العلم. طب تعالوا كده نقف مع بعض يا شباب على علم الكيمياء. لما أقول أسهم المسلمون في هذا العلم بالعديد من الابتكارات مثل اكتشاف الكحول. طبعا لو جينا نشوف اكتشاف الكحول ده بيدخل في العديد من الصناعات، يبقى إذا علم الكيمياء له علاقة بعلم الإيه؟ بالصناعة، بالأنشطة الاقتصادية وهي نشاط الصناعة. كذلك تركيب الأدوية، يبقى إذا علم الكيمياء مرتبط بعلم الصيدلة اللي هو عبارة عن إيه؟ إن هم العلماء كانوا بيستخدموا الكيمياء في تصنيع الإيه؟ في تصنيع الأدوية. طبعا لما أقول والمستحضرات المعدنية وتنقية المعادن وصناعة الورق، هنا المعادن طبعا دي بتدخل في إيه؟ بتدخل في الأنشطة الصناعية. يبقى إذا الكيمياء زي ما بنقول تاني إن هو بيدخل أو بيساعد وبيشارك في الصناعة اللي هي النشاط الصناعي. صناعة الورق، يعني معنى كده إن أنا ممكن أربط الكيمياء بازدهار الثقافة. إزاي؟ بطريقة غير مباشرة. ما العلاقة بين علم الكيمياء والازدهار الثقافي في بلاد الإسلام؟ لأن علم الكيمياء من خلاله تم صناعة إيه؟ الاستعانة به في صناعة الورق، والورق طبعا ده بيساعد على ازدهار العلم وازدهار الثقافة. ندخل في العلم الثاني وهو علم الفيزياء وعلم البصريات. العلماء المسلمين استفادوا من برضو الحضارات أو من علوم الحضارات المجاورة، زي ما هم كده استفادوا من مجال الترجمة، فترجموا كتاب أرشميدس ولأرسطو في علم الطبيعة. يبقى أنا هنا ولاد حتة إيه؟ حركة الترجمة. وإحنا بنتكلم دلوقتي على إن إحنا استفدنا من خلال الترجمة، فترجمنا كتاب أرشميدس وكتاب لأرسطو في علم الطبيعة، نقدر نقول إن بدأت حركة الترجمة في الدولة الإسلامية منذ العصر الأموي، وازدهرت في العصر العباسي. احنا ممكن نربط دلوقتي ظهور علم الفيزياء عند المسلمين بالدولة الأموية والدولة العباسية عشان حركة ايه يا شباب؟ عشان حركة الترجمة. طيب علم الصوت اللي هو يعتبر ده فرع من فروع الفيزياء، العرب المسلمين هم أضافوا لعلم الصوت، يعني زودوا عليه، يعني مش بس ان هم استفادوا من غيرهم، لا ده هم كانوا بيبتكروا وبيطوروا وبيزودوا على اللي هم بيستفادوا منه من العلوم أو من العلماء اللي هم موجودين في الحضارات الأخرى. العلماء المسلمين أول من قسم علم الصوت إلى أنواع وأسم، وأسهم أبو يوسف الكندي في علم البصريات. يبقى أنا دلوقتي العلماء المسلمين أضافوا لعلم الصوت وأول من قسمه إلى أنواع. هنا بقى أبو يوسف الكندي هو اللي أسهم بدور كبير في علم البصريات. عندك الحسن ابن الهيثم، الحسن الهيثم مشهور جدا جدا في هذا العلم اللي هو علم البصريات، ويعتبر هو المؤسس لهذا العلم. كذلك برضو لو جيت أشوف هلاقي المسلمين بقى يعني هم استفادوا من غيرهم وأفادوهم بعد كده، خدوا منهم الخطوة الأولى وبعد كده هم طوروا فيها، فالغرب استفادوا بعد كده مننا زي مين؟ زي نيوتن. لولا العلماء المسلمين في ذلك العلم ما استطاع نيوتن التوصل إلى وضع المعادلات الرياضية بتاعت قوانين الحركة اللي هي قوانين الحركة الثلاثة بتوعه وقوانين الجاذبية الأرضية. يبقى أنا عندي دلوقتي العلماء المسلمين كان لهم دور ولهم إضافات في علم البصريات اللي استفاد منهم علماء إيه؟ علماء الغرب زي مين؟ زي نيوتن. طب مين عندنا من علماء مشهورين في هذا الفرع من الفروع؟ ها، ابن سينا وهبة الله ابن ملكة البغدادية.
طيب نشوف مع بعض كده علم الأخير في العلوم الطبيعية وهو علم الجيولوجيا. بالنسبة لعلم الجيولوجيا طبعا ده علم بيدرس طبقات سطح الأرض وبيدرس الصخور والجبال والمعادن إلى آخره. علم الجيولوجيا ده بيستفاد منه علم الجغرافيا، لأن الجغرافيا عبارة عن إيه؟ إحنا عارفين علم الجغرافيا اللي بيدرس الظواهر الطبيعية، وعلم الجغرافيا له فروع كتيرة، جغرافيا بشرية، اقتصادية، حاجات كتير. طيب ايش دخل ده في علم الجيولوجيا في علم الجغرافيا؟ انا بقول علم الجيولوجيا دلوقتي بيفسر الظواهر الطبيعية، بيدرس الصخور والجبال والمعادن، يبقى اذا له علاقة بعلم ايه؟ له علاقة بعلم الجغرافيا. هو اللي عرفنا الظواهر الجيولوجية اللي بتحصل، زي مثلا الزلازل، الانكسارات اللي بتحصل في طبقة القشرة الأرضية، أو البراكين اللي بتحصل، حركة المد والجذر ايه سببها، مين اللي بيعرفنا كل ده وبيدرسه؟ هو علم الايه؟ علم الجيولوجيا. والزلازل والبراكين والمد والجذر والصخور والجبال، كل دي ظواهر موجودة في علم ايه؟ موجودة في علم الجغرافيا. يبقى اذا هناك علاقة بين علم الجيولوجيا وعلم الايه؟ وعلم الجغرافيا، او علم الجيولوجيا وطبقات سطح الارض، او تشكيل سطح الارض، لان هو اللي بيفهمنا الأرض دي اتشكلت ازاي. ناخد تالت علم وهو علم الفلك وعلم الرياضيات. بالنسبة لعلم الفلك وعلم الرياضيات، طب نيجي نشوف كده مع بعض، هنلاقي ان العلمين دول يا شباب مرتبطين بالناحية الدينية عند المسلمين. يبقى علم الفلك له أهمية دينية عند المسلمين. طب ازاي علم الفلك اللي هو دراسة حركة النجوم والكواكب، ايش دخل ده في ان ده يبقى مرتبط بالعلوم الدينية، او بسميها بالناحية الدينية عند المسلمين والشعائر الدينية؟ لان احنا عارفين ان في اوقات الصلاة مرتبطة بالشمس، بشروق الشمس وغروب الشمس، والشمس عبارة عن نجم، تمام؟ يبقى اذا علم الفلك ها بنستفيد منه في ايه؟ بنستفيد منه في الشعائر الدينية، زي تحديد أوقات الصلاة، واتجاه القبلة، ومتابعة حركة القمر عشان نعرف الشهر بيبدأ وبينتهي، زي ما احنا كنا بنستطلع كده الهلال بتاع شهر رمضان، فكنا بنعرفه منين؟ بنعرفه من خلال علم الفلك، لأنه مرتبط بإيه؟ مرتبط بحركة الإيه؟ القمر. فإذا الصوم، الحج، الصلاة، كل دي مرتبطة بعلم الفلك. طيب المسلمين هل أسهموا في علم الفلك بحاجة جديدة؟ آه، المسلمين، العلماء المسلمين قدروا إن هم يبنوا مراصد فلكية استفاد منها الغرب بعد كده، زي ما هنشوف كمان شوية. يبقى أقدر أقول لكم في النهاية إيه؟ أقدر أقول إن علم الفلك مرتبط بالشريعة وبالفقه الإسلامي، أو بمعنى تاني ممكن أقول إيه؟ ممكن أقول اعتمد الفقه الإسلامي على العديد من العلوم العقلية لحل الكثير من القضايا وإصدار العديد من الأحكام. المقصود هنا يا شباب بالقضايا وإصدار العديد من الأحكام، قصده حكم إيه بقى؟ ها؟ إن إحنا الصلوات بتاعتنا ومواعيدها، هنصوم ولا هنفطر، دي اسمها أحكام. يبقى إذا علم إيه؟ علم الفلك. ولما هنيجي نشرح دلوقتي علم الجبر، هندخله مع علم الإيه؟ الفلك، في ان هو اعتمد عليه الفقه الاسلامي، ماشي، في القضايا واصدار العديد من الاحكام. يبقى عندي علمين، الفلك وعلم الايه؟ وعلم الجبر. طيب نشوف كده علم الجبر. علم الجبر برضو مكتوب كانت قضايا الميراث في الفقه الاسلامي. الفقه الاسلامي اللي هو الدين الاسلامي، اللي الفقه ده خدناه فرع من الفروع اللي خدناها في الحصه اللي قبل كده، اللي هي العلوم الدينيه، تمام؟ فكان عندي قضايا الميراث، عشان العلماء يقدروا يقسموا الميراث زي ما مذكور في القرآن الكريم، كانوا بيستخدموا علم ايه؟ كانوا بيستخدموا علم الجبر. يبقى اذا زي ما انا قلت لكم من شويه ان علم الجبر ارتبط بالشريعه الاسلاميه وبالفقه، ها، او بمعنى اخر ممكن نقول المسلمين كان لهم دور في ظهور بعض العلوم التي استفادت منها البشريه. ها، هقول تاني، ممكن نقول ايه؟ المسلمين كان لهم دور في ظهور بعض العلوم التي استفادت منها البشرية، كعلم يا شباب، كعلم الجبر، وكذلك ايضا العلم اللي خدتوه المرة اللي فاتت وهو علم الاجتماع.
العلوم الإنسانية وعلم الاجتماع، العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية. ده برضو زي علم الجبر البشرية استفادت إيه؟ استفادت منه. طيب قلنا الجبر استفدنا منه في حل القضايا الاجتماعية، حل القضايا الاجتماعية. يعني شوفوا علم الجبر مرتبط بإيه؟ بقضايا المجتمع، اللي هي زي مين؟ ادينا مثال زي قضايا الميراث. طيب بالنسبة علم الهندسة، لو جيت اشوف هلاقي ان اصلا الترجمة اللي ظهرت في الدولة الإسلامية كان لها دور كبير جدا في نقل علم الهندسة للعلماء المسلمين. من مين بقى؟ من حضارة مين؟ من حضارة الإغريق. يبقى إذا كان العلماء الإغريق كانوا مشهورين في علم الهندسة، وخاصة إيه؟ إوكليدس كتابه أصول الهندسة. العرب المسلمين ترجموا هذا الكتاب وقدروا إن هم يستفادوا منه ويألفوا مصنفات كتيرة في المسائل الهندسية. يعني كل مرة بأكد معاكم يا شباب على إن إحنا لما بنستفيد من حضارة من حضارات في علم من العلوم، مش بنقف بس ان احنا ناخد اللي احنا خدناه منهم وبس، بنقف على كده، لا ده احنا بناخده بنطوره وبنزوده وبنبتكر فيه حاجات جديدة. هم نفسهم العلماء اللي احنا اخدنا منهم علمهم، هم نفسهم بعد كده بيرجعوا لينا وبيستفادوا من العلماء بتوعنا. يبقى اذا ممكن نقول هنا ان الحضارة الاسلامية، ده بيدل على ان من خصائص الحضارة الاسلامية ان هي بتتميز بايه؟ بتتميز بالشمول، ان هي شاملة. يبقى ده بالنسبة لعلم الايه؟ علم الرياضيات. طيب بالنسبة لعلم الرابع وهو علم الميكانيكا اللي بنسميه العرب علم الحيل النافعة. العلماء المسلمين استفادوا من علم الميكانيكا من برضو من الحضارات السابقة. يبقى أنا عندي في علوم المسلمين كان لهم بصمة أساسية فيها وأولى، وفي علوم استفادوا من الأمم السابقة أو من الحضارات السابقة وطوروا فيه، زي بالظبط علم مين؟ علم الميكانيكا، استفادوا من الأمم السابقة وطوروا فيه وأطلقوا عليه علم الحيل النافعة. يعني عندي هنا، هل العرب كانوا مجرد ناقلين للحضارات السابقة؟ لا، نقول العرب لم يكونوا مجرد ناقلين للحضارات السابقة، بل طوروا الكثير من العلوم اللي وصلت اليهم. زي علم ايه؟ لو جبت لك اختياري هتقول لي زي علم الميكانيكا، وخدنا من شويه كمان علم ايه؟ علم الطب. تمام. طيب لما نيجي نشوف بقى علم الميكانيكا لما طوروه العرب المسلمين استفادوا منه في صناعه ايه؟ المسلمين استفادوا من هذا العلم في صناعه الساعه المائيه والات رفع الماء اللي بتثبت في الحقول عشان تعمل عمليه حفاظ على الميه. يبقى أنا شباب أقدر أقول ما الحرفة التي استفادت من علم الميكانيكا؟ ما النشاط الاقتصادي الذي استفاد من علم الميكانيكا؟ النشاط الاقتصادي استفاد منه هو نشاط الصناعة ونشاط الزراعي. طيب ممكن نشيل كلمة النشاط الزراعي ونحط مكانها حاجة تبقى قريبة ليها ومن نفس المجال بس بكلمة مختلفة، اللي هي إيه؟ أكثر الفئات استفادة من الميكانيكا، أكثر الفئات استفادة من علم الميكانيكا. أقول لك هل هو الفلاح، ها، ولا نقول مثلا الإيه؟ التاجر. طبعا أكثر الفئات استفادة من علم الميكانيكا هو الفلاح. ليه؟ عن طريق صناعة آلات لرفع الماء، دي اللي بيستخدمها الفلاح في الحقل بتاعه عشان يعمل عملية ري للأرض بتاعته. دي كده خلصنا كده إيه؟ علم الميكانيكا. تعال نشوف بقى تأثير الحضارة الإسلامية على أوروبا في علم الميكانيكا. يعني إحنا دلوقتي قلنا إن إحنا استفدنا من الأمم السابقة في علم الميكانيكا بس طورنا عليه. هنيجي دلوقتي إحنا بقى اللي هنعمل إيه؟ إحنا اللي هنفيد أوروبا في هذا العلم بعد ما طورناه. ازاي بقى؟ اوروبا اخذت عننا اساليب الزراعه وآلة الاسترولاب وكمان آلة صناعه الورق والبوصله، كل ده اخذوه منين؟ اخذوه من العلماء المسلمين. كذلك الساعات المائيه والآلات ذاتيه التشغيل اللي هي بتشتغل من غير ما الانسان يتدخل فيها وتبقى يدويه، يعني تبقى ذاتيه التشغيل. طبعا هنا عملت نهضة أوروبية
أو عملت ثورة صناعية في أوروبا. يبقى إذن النقلة الحضارية في الصناعة في أوروبا كانت بتعتمد في الأساس على الاستفادة من الحضارة الإسلامية في مجال علم إيه يا شباب؟ في مجال علم الميكانيكا، تمام؟ عندك كمان في مجال علوم الفلك، هل ما استفادوش برضو العلماء في أوروبا من علم الفلك؟ لا، استفادوا من المراصد الفلكية اللي العلماء المسلمين كانوا بانيينها في الدول الإسلامية أو في المناطق الإسلامية. كذلك أيضا في علم الرياضة، كتاب الخوارزمي الجبر والمقابلة أصبح مرجع أساسي في الرياضة في الجامعات الأوروبية. يبقى أنا عندي دلوقتي العلماء في أوروبا استفادوا من علوم المسلمين، سواء من علوم الميكانيكا زي الزراعة، الأسترولاب، الآلات ذاتية التشغيل، كل ده العلماء الأوروبيين استفادوا من علم الميكانيكا في الحاجات دي كلها، نقلوها عندهم. كمان استفادوا في مجال علم الفلك من خلال الاستفادة من المراصد الفلكية بتاعت المسلمين، واستفادوا في مجال علم الرياضيات من كتاب الخوارزمي الجبر والمقابلة اللي أصبح أساس في الرياضيات في الجامعات الأوروبية. يبقى احنا كده يا شباب خدنا مع بعض إيه؟ خدنا مع بعض العلوم اللي احنا قسمناها مع بعض، احنا قلنا عليها العلوم التطبيقية او التجريبية او العلوم العقلية، خدنا علوم الطب والصيدلة، وخدنا العلوم الطبيعية من كيمياء وفيزياء وبصريات وجيولوجيا، وخدنا علوم الفلك والرياضيات، وخدنا علم الميكانيكا اللي بنسميه علم الحيل النافعة. ندخل مع بعض كده ونشوف أسئلة على اللي احنا أخدناه. لما يقول لي هنا أحد العلوم المرتبطة بالشريعة والفقه الإسلامي، لما أجي أشوف كده إحنا خدنا مع بعض إيه؟ خدنا مع بعض علمين، خلي بالكم إحنا خدنا علمين مرتبطين بالشريعة والفقه. ها، لما قلنا الصيام والصلاة والحج والكلام ده كله، ها، والإيه والقضايا الاجتماعية اللي هي الميراث، شفناه في علم إيه وعلم إيه؟ شفناه في علم الجبر وعلم الفلك، تمام؟ طيب السؤال اللي بعده، أكثر العلوم التي تأثرت بها العمارة الإسلامية، ها، إيه أكثر علم تأثرت بها العمارة الإسلامية؟ العمارة الإسلامية يا شباب اللي هو إيه؟ لما أحب أبني حاجة، ماشي، أبني مثلا مسجد، أبني كنيسة، طبعا في اللي هو الدين المسيحي، أما أجي أبني أي حاجة، ها، هستخدم علم إيه؟ هستخدم طبعا علم الهندسة وأنا مغمض. آخر سؤال في الجزء ده، استفاد المسلمون من العلوم المختلفة استفاد المسلمون من العلوم المختلفة في تطوير الأنشطة الاقتصادية. في دول عبارة، أي الأنشطة الاقتصادية استفادت من علم الميكانيكا؟ يا ترى احنا لسه من شوية قايلينها، علم الميكانيكا كان له فضل على إيه؟ على الأنشطة الاقتصادي. زي إيه من النشاط الاقتصادي؟ خدنا مع بعض الصناعة وإيه؟ الصناعة و الزراعة، صناعة اللي هي صناعة الساعات المائية، والزراعة اللي هي آلات رفع الماء. السؤال اللي بعده، أي من العلوم الآتية استفاد منه المسلمون بشكل واضح في مجال الصناعة؟ لسه مجاوبين من شوية صغيرين لما كنا بنتكلم على علم اللي قعدنا نعمل منه في الصناعات المعدنية وصناعات الكحول، فاكرين اللي هو علم الإيه؟ علم الكيمياء وصناعة الأدوية إلى آخره. كان للمسلمين دور في ظهور بعض العلوم التي استفادت منها البشرية مثل علمي، المسلمين كان لهم دور في ظهور بعض العلوم، ظهور بعض العلوم، يبقى إذن كان السبق للمسلمين في ظهور هذين العلمين. يعني إيه؟ يعني ما خدناهمش من الأمم السابقة، لا، ده إحنا اللي مخترعينهم، إحنا اللي عاملينهم، اللي هو طبعا علم الاجتماع اللي خدتوه في الحصة اللي فاتت، ومعاه النهارده علم الايه؟ علم الجبر. أكثر العلوم ارتباطا بعلم الجغرافيا وساعد على ازدهار علم، ها، مين أكثر العلوم ارتباطا بعلم الجغرافيا وساعد على ازدهار هذا العلم اللي هو علم الجغرافيا؟ مين اللي ساعد على ازدهاره وكان مرتبط بيه؟ علم ايه؟ علم الجيولوجيا.
هندخل في الجزء الثاني من الدرس، وهو الجزء الأخير، وهو الفنون بتاعة العمارة. طبعا العمارة هي كل المنشآت. العمارة يعني كل حاجة أنا ببنيها. فأنا عندي المنشآت العمرانية متنوعة، منها عمارة دينية وعمارة حربية وعمارة عامة وعمارة سكنية. يبقى أنا عندي هنا تعدد وتنوع في أنواع الإيه؟ في أنواع المنشآت العمرانية. يعني لو أنا دلوقتي عايز مثلا أبني حاجة خاصة بالدين، يبقى هتبقى هنسميها إيه بقى؟ عمارة إيه؟ هنسميها عمارة دينية، زي المساجد والزوايا والأربطة، أو لو في كنائس. تمام. طيب لو أنا اتكلمت دلوقتي على العمارة، أنا مثلا عايز أدافع عن دولتي وأحميها من الأعداء، يبقى هبدأ إن أنا أبني قلعة، أعمل حصن، أعمل سور. يبقى دخلنا كده في تسمية، يعني نسميها عمارة إيه؟ نسميها عمارة حربية اللي هي خاصة بالناحية العسكرية، أو العمارة الدفاعية خاصة بالناحية الدفاع. طب لما أبني بقى للناس بقى اللي لما أبني لهم الخانات اللي هي في الأسواق بقى، وأعمل لهم فنادق وحمامات عامة والأسبلة اللي هي جمع سبيل معايا، كل الحاجات دي ها هنسميها إيه؟ هل هي بيستفاد منها شخص بعينه، ولا بيستفاد منها العامة؟ بيستفاد منها كل الشعب، عموم الشعب. فدام بيستفاد منها عموم الشعب، سواء كان جوه البلد نفسها او حد جاي من براها، يبقى دي بسميها عمارة ايه؟ بسميها عمارة عامة. طيب النوع الاخير وهي العمارة السكنية، اللي هو يبقى هبني بقى للمواطن بقى منزل يقعد فيه، هبني بقى للحاكم قصر يسكن فيه، يبقى دي بسميها عمارة ايه؟ عمارة سكنية. كل يعني لما اجي ابص هنا كده، كل مدينة اسلامية كان لها طابع خاص في الهندسة المعمارية بتاعتها. يعني ايه؟ يعني مثلا لو جيت ابني منزل في الشام وابني منزل في القاهرة، الطراز بتاع منزل الشام بيختلف عن الشكل بتاع المنزل اللي في القاهرة عن اللي معمول في المغرب. يبقى انا عندي مجموعة من الطرز، يعني مجموعة من الأشكال والأنواع اللي اتبنى عليها المنازل على حسب ها الايه المدينة الإسلامية. كل مدينة لها طابع خاص ايه؟ خاص بيها. طيب تعالوا نقف كده على الشريحة دي ونقول مع بعض كل هذه المنشآت. لو أنا قلت لك إن احنا خدنا دلوقتي في منشآت مساجد، قلاع، خانات وفنادق، قصور وبيوت، مش دي كلها منشآت عمرانية؟ لو أنا سألتك وقلت لك كل هذه المنشآت تسهم في البناء الاقتصادي للدولة، نختار بقى مين؟ هل هي العمارة الدينية، الحربية، العامة، السكنية؟ مين اللي بتسهم في البناء الاقتصادي؟ طبعا اللي بتسهم في البناء الاقتصادي هي العمارة العامة، هي اللي بتسهم في البناء الاقتصادي. تمام يا شباب؟ طيب لما أقول أكثر العمائر انتشارا من حيث العدد، أكثر العمائر انتشارا من حيث العدد، مين اللي هيبقى في أنواع العمارة دي الأربعة اللي قدامكم أكتر واحد فيها يبقى منتشر من حيث عددها؟ طبعا كل مواطن هيسكن في بيت، يبقى إذا العمارة الإيه؟ العمارة السكنية. الأسر كل أسرة لها بيتها، يبقى أنا عندي دلوقتي بيوت كتيرة بعدد إيه؟ بعدد الأفراد اللي موجودين عندي في المدينة. يبقى أكثر العمائر انتشارا من حيث العدد هي العمارة الإيه؟ هي العمارة السكنية. طب تعال نشوف كده انواع الطرز او الطراز اللي بيبنوا عليه بقى المنشآت العمرانية. انا عندي طراز عربي وايوبي ومملوكي وطراز مراكشي او بسميه اندلسي. تعال نشوف مع بعض واحد واحد كده. لما اقول الطراز العربي البسيط، طبعا ده مادام هو عربي وبسيط يبقى في ايه؟ في صدر الاسلام او في الايام الاولى في الاسلام. ومن أمثلته مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ومسجد عمرو بن العاص. الصورة اللي قدامنا دي يا شباب اللي أنا بشاور لكم عليها دي، ده مسجد عمرو بن العاص اللي موجود في القاهرة. يبقى ده مسجد عمرو إيه؟ مسجد عمرو ابن العاص. طيب لما نشوف مع بعض كده تاني حاجة، الطراز الأيوبي. الطراز الأيوبي نسبة للدولة الأيوبية اللي شرحناها في الحصص الأولى من الترم. طيب الدولة الأيوبية قامت في مصر وقامت في بلاد الشام، ضمت مصر وبلاد الشام وكمان ضمت الحجاز، بس ده مش موضوعنا دلوقتي. احنا بنتكلم دلوقتي على الطراز الأيوبي المنتشر في بلاد الشام ومصر.
جايب لك أمثلة ليه زي قلعة صلاح الدين اللي موجودة في القاهرة وقلعة حلب. أنا جبت لكم مثال الصورة اللي قدامنا دي وهي قلعة صلاح الدين الأيوبي اللي إيه اللي بعد كده عرفنا اللي هي قلعة إيه محمد علي لما ناخد إن شاء الله التاريخ الحديث في سنة ثالثة بإذن الرحمن. طيب نشوف مع بعض كده الطراز الثالث وهو الطراز المملوكي. الطراز المملوكي نسبة لمين؟ نسبة للمماليك، دولة المماليك اللي نشأت في مصر وبلاد الشام برضه، لأن المماليك جم بعد الدولة الأيوبية فخدوا ممتلكات الدولة الأيوبية أو حكموا ممتلكات الدولة الأيوبية. طيب مين بقى من أمثلة الطراز المملوكي؟ القاهرة كلها، القاهرة مليانة بالطراز المملوكي، لأن أكتر حاجة ميزت المماليك هي الناحية العمرانية أو المعمارية، كانوا مشهورين جدا جدا بفن العمارة. مثلا البيمارستان بتاع المنصور قلاوون اللي بالقاهرة، وقلعة قايتباي اللي موجودة في اسكندرية، وخان الخليلي، ووكالة الغوري، وعندك مسجد ومدرسة السلطان حسن بالقاهرة. أنا حبيت أجيب لكم صورة اللي هي بتاعة مسجد ومدرسة السلطان حسن اللي موجودة في القاهرة، إنها يعني بجد بجد يا شباب، يعني الناس اللي عايشين في القاهرة يا بختهم إن هم موجود عندهم هذه الآثار الجميلة وبيتمتعوا بيها وبزيارتها. دي الصورة دي اللي قدامنا دي اللي أنا بشاور لكم عليها، دي مسجد السلطان حسن والمدرسة. آخر طراز وهو الطراز المراكشي أو بسميه إيه، يعني في مراكشي اللي هي المغرب وقصادها على طول مين؟ بلاد الأندلس، اللي بيقول بيعود لأهل شمال أفريقيا وبلاد الأندلس. لو جيت أشوف مثلا أمثلة زي قصور غرناطة زي قصر الحمراء، أنا جايبة لكم أهون الصورة اللي قدامنا الصغيرة دي، دي بتوضح لي إيه قصور غرناطة اللي هو زي قصر الحمراء. وفي عندنا جامع القرويين بمدينة فاس، وعندك كمان في طراز سلجوقي وفارسي وصفوي وغيرها من طراز معمارية. بس من أشهر الطراز اللي موجودة عندنا ومشهورة هو الطراز العربي والأيوبي والمملوكي والمراقشي أو بنسمي كمان الإيه الأندلس. نقدر نقول كده في النهاية، نقدر نقول في النهاية زي السؤال اللي خدناه كده، إن أكثر العلوم التي تأثرت بها العمارة الإسلامية علم إيه؟ ها؟ علم الهندسة. برافو عليكم. طيب لم يكن، ها مين بقى الطراز؟ هسألكم، لم يكن هذا الطراز في مصر الإسلامية، لم يكن هذا الطراز في مصر الإسلامية. طبعا طراز إيه؟ طراز بتاع غرناطة اللي موجود بالأندلس، أو الطراز المراكشي والأندلسي، لم يكن هذا الطراز موجود فين؟ في مصر الإسلامية. طيب لما أقول معظم طرز العمارة الإسلامية، معظم طرز العمارة الإسلامية زي مثلا الطراز الأيوبي والطراز المملوكي، معظمها انتشر فين؟ في مصر وبلاد الشام. يبقى أنا عندي دلوقتي مصر وبلاد الشام أكثر الطرز المنتشرة في العمارة الإسلامية منتشرة فيها إيه؟ في مصر وبلاد الشام. ده كده الدرس بتاعنا خلصناه، ما عدناش غير بس ان احنا ناخد تأثير الحضارة الإسلامية على أوروبا وناخد شوية أسئلة. هل يا ترى الحضارة الإسلامية في مجال العمارة أثرت برضو على أوروبا؟ يعني برضو الأوروبيين استفادوا مننا برضو في مجال العمارة زي ما استفادوا مننا في معظم العلوم اللي خدناها. استفادوا مننا. العمارة الغربية أثرت تأثير واضح في الطراز أو بالطرز المعمارية بالدولة الإسلامية، فاقتبسوا مننا بعض أساليب المعمارة عندنا زي إيه؟ مثلا في العراق، الطراز اللي موجود في العراق الإمبراطور البيزنطي، عشان كانت قريبة من بلاد العراق بيزنطة زي ما أنتم عارفين وجودها في آسيا الصغرى وقريبة من الدولة الإسلامية، والعراق طبعا كان فيه الخلافة بتاعت مين؟ الخلافة العباسية بغداد. فهنا عندي الإمبراطور البيزنطي أرسل سفير من عنده لبغداد عشان يدرس فن العمارة الإسلامية اللي موجود فيها، وبنى له قصر بالقرب من القسطنطينية على نفس الطراز اللي موجود بيه في بغداد. يعني القصور بتاعة الخلفاء اللي موجودة في بغداد بنفس الستايل بتاعها أو الطراز بتاعها والتخطيط بتاعها والحدائق اللي حواليها. الإمبراطور ده أعجب قوي بهذا البناء وبهذا الطراز، فبعت من عنده زي مهندس يطلع على هذا الفن بتاع العمارة الإسلامية اللي في بغداد علشان ينقله نفس الطراز عنده فين؟ في القسطنطينية.
برضو يا شباب، برضو انتقلت أساليب معمارية وزخرفية لبلاد الأندلس. عارفين بلاد الأندلس دي المسلمين كانوا فاتحينها وقاعدين فيها سنين، وصقلية نفس الشيء. يعني إذا كان فيها إيه؟ ها؟ كان فيها الطابع الإسلامي بفضل الإيه؟ بفضل المسلمين الفاتحين اللي كانوا عايشين هناك قرون عديدة. فلما جم يبنوا بعد كده طبعا بلاد الأندلس وصقلية، خرج منها المسلمين وحل محلهم إيه؟ أصحاب البلاد. فهنا هنجد ان اوروبا نفسها بعتت برضو تستفاد من الطراز اللي موجود في بلاد الاندلس، الطراز الاسلامي اللي موجود في بلاد الاندلس وموجود في صقلية. على سبيل المثال كنيسة مدينة ساركوستا، ممكن نقول عليها ساركوستا او ساركوستا، دي بنسميها بمعنى تاني اللي هي كنيسة سيدة بيلار. السيدة بيلار دي بالإسبانية اللي هي كنيسة معمولة للسيدة مريم العذراء. هذه الكنيسة معمارها اتبنى على نفس المعمار بتاعت المسلمين زي العقود الإسلامية. وأنا جايبة لكم أهي شكل الكنيسة يا شباب، أهو الصورة اللي قدامنا دي، وجايبة لكم شكل الإيه؟ العقود الإسلامية، أو بنسميها اللي هم استفادوا من العقود الإسلامية في بناء كنائسهم. هي دي اللي هو الشكل اللي موجود بيه داخل ده، يعني ده خاص بالمسلمين، هم استفادوا بهذا الشكل في بناء الكنائس بتاعتهم. كذلك برضو ده برج كنيسة اللي انتوا شايفينه في الصورة الصغيرة دي، ده برج كنيسة. ده مشابه بالظبط لإيه؟ مشابه للمأذنة اللي موجودة عندنا في المسجد. يبقى إذا لما جم يبنوا الغرب يبنوا الكنائس بتاعتهم، استفادوا من إيه؟ استفادوا من الأسلوب المعماري، استفادوا من الأسلوب المعماري في بلاد المسلمين. عندكم اهي الكنيسة اللي قلت عليها بتاعة ساراكوستا أو كنيسة سيدة بيلار، ماشي. كذلك برضو لما جم يعملوا برج الكنيسة، ده برج الكنيسة كان شبه بالظبط الايه المأذنة، ده برج الكنيسة. وكذلك برضو حتة العقود الإسلامية، الكلام اللي أنا شايفه ده من نقوش وزخرفة وحاجات من دي، تمام. ده ايه؟ ده يعتبر هو ده العقود اللي موجودة جوه المساجد الإسلامية. طيب يا جماعة، هنا بيقول الرسامين برضو بتوع أوروبا زينوا الأسقف بتاعتهم بالصور الملونة، زي بالظبط ما احنا بنزين المساجد عندنا في الدولة الإسلامية. كده درسنا خلص يا شباب، خدنا العمارة والتراث بتاع العمارة وأنواع المنشآت المعمارية. تعالوا بقى مع بعض كده نطبق الكلام اللي خدناه بأسئلة. هناك علاقة بين قلعة حلب بسوريا والطراز. ها، هي قلعة حلب كنا واخدينها مثال على مين؟ على الطراز. ايه يا شباب؟ على الطراز الأيوبي. مع مين؟ مع قلعة صلاح الدين الأيوبي. بفكركم اهو بالمعلومة. طيب، أحد طرز العمارة الإسلامية اللي عبرت عن أحد شعوب شمال غرب أفريقيا، شمال غرب أفريقيا اللي هي بنسميها اللي هي الإيه؟ المراكشي. لما كنا بناخد الطراز المراكشي والأندلسي، وقلنا ان الطراز المراكشي اللي هو بلاد المغرب العربي اللي هي شمال افريقيا. الطراز المعماريه المملوكيه اللي كان لها دور عسكري. يبقى احنا هندور دلوقتي على ايه؟ على حاجه خاصه بالايه؟ بالايه؟ بالعماره الحربيه اللي هي القلاع او الحصون او الاسوار. طب احنا خدنا في العماره المملوكيه ايه؟ ها؟ خدنا القلاع زي قلعه ايه؟ زي قلعه قايتباي. كده الدرس بتاعنا خلص. استودعكم في حفظ الله، وإن شاء الله يا شباب أفكركم من الحصص القادمة إن شاء الله، حصة الاثنين القادم هتبقى مراجعة الدرس الأول والثاني إن شاء الله في الوحدة الأولى. أستودعكم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.